يلتقي اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل بالدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وبنوابه بمقر الوزارة لبحث ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة. كما يترأس رئيس الوزراء اجتماعا بشأن قانون التأمين الصحي الشامل بحضور وزير الصحة أحمد عماد وعدد من الجهات المعنية لمتابعة التعديلات الواردة عليه من مجلس الدولة. كما يلتقي أيضا شريف إسماعيل وزير التنمية المحلية هشام الشريف، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالمحافظات.